سعيد عاش الصبح بنفس المكان تبعنا، رجاء تعال. عرفان، خير ان شاء الله؟ وينك لهلا ومن وين جايب هالوقت؟ كنت بعشا عمل، وتياب عمران دبر لي اياه. عرفان شو صار معك؟ قلت لي رح تدبر المصاري خلال أسبوع. وعم حاول. يعني شو ناطرة مني قول؟ ناطرة؟ قلت لي جبت المصاري وحليت الموضوع. عرفان، ملاحظ إنك ما عم تحكي لي شي وما بعرف شو عم بتساوي؟ عم حاول عايدة، عم حاول بكتير أمور وبأكتر من قصة. شو بعمل؟ إن شاء الله رح أنجح ورح أجيب المصاري، ما تخافي وثقي فيني وارتاحي. أنا تعبان عن جد، تعبان ومرهق. خلينا ننام. ولو ما طلعت حامل كنت رح تتزوجني كمان. ليش هالسؤال؟ ما بعرف، هيك خطر على بالي، وآخر فترة كتير عم فكر بهالقصة. يلا جاوبني. ما بعرف، ولا مرة فكرت شو كنت بعمل. ما كل شي صار بسرعة أصلا، حتى صرنا زوجين قبل ما نكون حبيبين وصرنا أب وأم. ما كنت تزوجتني. أنا عم قول ما بعرف لأنه تغيرت الظروف. المهم إنه مو ندمان أبدا، وما راجعت حساباتي. بعدين شو نسيتي إنك عطيتيني أجمل وأغلى هدية؟ بدون حياتي ما لقي معنى. أنت عطيتيني ريان. عفواً إذا بتريد، بدي فنجان قهوة سادة لو سمحت. بس الخدمة ذاتية هون. عن جد هيك صارت؟
ما تواخذني، صار لي سنين ما اجيت لها. ولا يهمك، انا بجيب لك، بلكي بترجعي بتصيري زبونتنا. ماشي، شكرا كتير. ولو برافو عليك بابا، حلو كتير البيت. عملنا واحد تاني أكبر شوي. ماشي، تكرم عيونك. أنا رح لون السقف بالأحمر وأعطي لناز هدية. أكيد بعد ما تلون السقف رح يصير شكله أحلى بكتير وراح يعجبها، أنا متأكد. طيب خليني اليوم روح معك على الجامعة، كتير عم مل من القعدة هون. أنا ما عم روح على الجامعة يا حبيبي، عم بشتغل شغل تاني. يعني عطلوك أنت كمان؟ إيه هيك شي، فيك تقول نقلوني. تعال تعال قلبي. يا روح قلبي أنت. شو عم تشتغل اليوم؟ عم بشتغل بشي رح يأمن لك مستقبلك، لأنه هذا هو همي الوحيد. الفطور جاهز. يلا قوم. نصيحة بلاها، وإذا حكيتي مع عرفان شو بيتغير؟ لو عنده نفس الشعور كان وضح لك من زمان. إيه هو ما حس بشعوري اللي أفتح له مجال يعترف لي. إجا ليكو إجا. لا تفضحي حالك، شو رح تعملي إذا رفضك؟ انت شو عرفك انه حيرفضني؟ بلكي هو كمان حاسس مثلي، بعدين لهالدرجه شايفه اني ما بستاهل انه يحبني. حتى لو بده يقول لا بكفي يعرف اني بحبه وما رح ارتاح الا اذا قلت له. عرفان على مهلك، انا ما عم اقول هيك لانه ما بتستاهلي، بس لاني دريت انه مرتبط هيك امه قالت واسمها آيلة، وحتى انه بدهم يتزوجوا. هالحكي مو مزبوط كله، مشان ما روحوا صارحوا. عايدة عارفة، كثيراً رؤيتكم بيننا في عقد قراننا. عرفان آيلة، غير
غيروا دوام صفوات من جديد. طلع الساعة 6 الصبح، وضع الشغل ما بيطمن. الشهر الماضي فصلوا 5 من رفقاته. شو كمان ما عاد قدر يرد على التليفون قدامنا؟ اتصل جنكيز وهزمنا على المطعم. وين وهي ساعة؟ أنا قلت له بعد ساعة اجوا المصاري بروفيسور. معناتها لازم اطلع فورا؟ لك ايه طبعا، عم استناك لا تطول. طيب طيب أنا رايح. لوين؟ في عندي اجتماع. مع مين؟ عايدة شو الأسئلة هلأ؟ لأنه مو كل يوم بتحط بارفان، لهيك من حقي اسأل. يلا ما رح طول عليكم.